الفترة الجاية لازم تدعمها. إذا احنا بنتكلم على 5 شرايح، فاحنا بنتكلم مين الشرايح اللي هي الأكثر احتياجا للدعم والتنمية والتمويل، ونبتدي نحط استراتيجية قومية. الاستراتيجية القومية هيكون لابد من وضع حوافز حقيقية لأصحاب تلك المشروعات على حسب تعريفها برضو وعلى حسب شرايحها المختلفة. فابتدينا نقول مش كل الشرايح هتاخد نفس الدعم ومش كل الشرايح هتاخد نفس الحافز، وهي استراتيجية الدولة هي اللي هتحدد مين الشرايح اللي هتتمتع بحوافز أكبر. لكن لازم تدخل معانا كافة الهيئات عشان نوضع حوافز حقيقية، كل هيئة تفكر الحافز اللي ممكن تعمله لأصحاب هذه المشروعات للتحول من المشروع غير الرسمي إلى مشروع رسمي. لأن إحنا عندنا تحدي تاني في بلدنا، إن إحنا 90% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قطاع غير رسمي. فالتحول مهم لأنه بيأثر على الإحصائيات اللي عندنا، بيأثر على مستوى المعلومات اللي موجودة عندنا، بيأثر على عدم احتساب فجوة ما بين الطلب والعرض في كافة القطاعات، عدم وجود خريطة استثمارية للبلد في كافة المحافظات، لأن احنا مش عارفين الطلب قد إيه والعرض قد إيه، فاحنا محتاجين بس نشتغل صح. فدي البداية إن احنا نشتغل صح.